لو الحكاية فيها إن فيديو. أستاذ دكتور شريف نجم، أستاذ أمراض نساء وتوليد، كلية طب القصر العيني. الحالة اللي عملناها النهاردة دي كانت سيدة بتعاني من تأخر الإنجاب، وعملنا لها حقن مجهري ورجعنا لها اثنين أجنة، حملت في اثنين، واحد فيه مكون جنين والجنين الثاني مقسم إلى ثلاث أجنة. طبعا ما ينفعش السيدة تحمل في أربع أجنة، فقررنا إن احنا نعمل لها اختزال، ففضلت احنا نختزل الجنين لوحده ونسيب الثلاثة. ففعلا اختزلنا الجنين لوحده وسيبنا الثلاثة المتماثلين وعملنا لها ربط عنق رحم. الحمل بتاعها مشي كويس جدا لغايه ما وصلت تقريبا دلوقتي 33 او داخله على 34 اسبوع، ولكن امبارح للاسف حصل لها انفجار في جيب الميه وبدا يحصل لها شويه تقلصات، فاضطرينا نعمل لها قيصريه النهارده. الثلاث بيبيهات حالتهم كويسه جدا، اثنين وزنهم تقريبا كيلو 900 والحمد لله مش محتاجين اي مساعده في التنفس، الثالث وزنها اصغر شويه تقريبا كيلو 400 ومحطوطه في الحضانه بس مش على تنفس صناعي، يعني تحت الملاحظه، فان شاء الله دي كمان نبقى نطمن. ندرة الحالة دي في ايه يا دكتور؟ الحالة دي نادرة جدا جدا، يعني ممكن نقول ان هي ممكن تبقى اقل من 1 في 100,000 او 1 في 1,000,000 يمكن، يعني احتمال حدوثها نادر جدا. العادي ان الجنين بيعمل جنين واحد او بالكثير قوي ممكن ينقسم يعمل اثنين اجنة، لكن ان هو يعمل ثلاثة متماثلين دي بتبقى حالة نادرة جدا وبتذكر يعني في الكتب. وحالة الأم دلوقتي كويسة؟ حالة الأم كويسة جدا والبيبيات الحمد لله احنا مبسوطين بيهم، يعني لغاية دلوقتي الحمد لله الثلاثة كويسين.